الأسهم الأوروبية تراجعت اليوم الجمعة بعد ثالث مكاسب أسبوعية على وقع اشتباك القوات الأوكرانية مع الانفصاليين الموالين لروسيا في شرق البلاد. يجي انزلق 2.6 مئوية بعد تخلف مبيعات الربع الأول من العام عن تقديرات المحللين. رويال بانك أوف سكوتلاند حصد أكبر الأرباح بعد الإعلان عن أرباح فصلية مضاعفة. سهم دويتشة تيليكوم التي تملك ثلثي تي موبايل الأمريكية حقق 1%. محللون يرون أن الارتفاع القياسي في الوظائف في الولايات المتحدة بمعدل أسرع من الشهر الماضي لم يؤثر بما فيه الكفاية على المستثمرين بالنظر إلى أن أوكرانيا لا تزال تطغى وتلقي بتبعاتها السيئة. اليورو استقر عند $1.38 وكذلك سعر برميل نفط البرنت عند $108.68.